نسبت صحيفة ساندي تايمز إلى مصادر روسية وإسرائيلية قولها إن سفينة الشحن الروسية أركيتكسي التي اختفت الشهر الماضي كانت تحمل على متنها صواريخ من نوع S-300 المضادة للطائرات وكانت وجهتها إيران. وأضافت الصحيفة أن الموساد الإسرائيلي أبلغ السلطات الروسية بشأن الشحنة مما دفع موسكو إلى اعتراض السفينة في عملية ضمت بوارج وغواصات. معلومات جديدة نشرتها عدة صحف غربية نقلتها عن مصادر في كل من موسكو وتل أبيب عن سفينة الشحن أركتيكسي التي اختفت في القنال الإنجليزي أواخر يوليو الماضي. وبحسب صحيفة ساندي تايمز فإن السفينة التي قيل سابقا إنها كانت تحمل شحنة أخشاب كانت تحمل أسلحة روسية إلى إيران وبالتحديد صواريخ S-300 وخضعت لمراقبة جهاز الأمن الإسرائيلي الموساد. لكن هذه الصحف ذكرت أن هناك روايتين اثنتين عن العملية وكيف تمت وكيف كشفت. الرواية الأولى تتحدث عن أن الموساد كشف عن السفينة التي كانت تحمل صواريخ S-300 وهي أفضل سلاح متطور مضاد للطائرات لدى روسيا حين خضعت للصيانة في ميناء كالينغراد الروسي، وأن الموساد أبلغ الكرملين بأن شحنة الصواريخ كانت متوجهة إلى إيران وأن ضباطا سابقين في الجيش الروسي مرتبطين بتجار الأسلحة هم من يقف وراءها. وتضيف هذه الرواية أن الكرملين أصدر أوامر بتنفيذ عملية إنقاذ السفينة حتى لا يقال إنه أي الكرملين سمح لسلاح متطور الوقوع في أيدي مجرمين أو بيعه إلى إيران، وهو ما كان سيسبب إحراجا بالغا للقيادة الروسية. أما الرواية الثانية فتتحدث عن أن الموساد لعب دورا في الاختطاف المزعوم لسفينة الشحن عن طريق تشكيل عصابة إجرامية لن يعرف أفرادها بالضرورة أي شيء عن الشحنة السرية، لأن أفضل طريقة أمام الإسرائيليين لمنع وصول الشحنة إلى إيران كانت إحداث ضجة كبيرة حولها. وفقا لهذا السيناريو فإن الزيارة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بعد يوم من إنقاذ سفينة الشحن إلى موسكو والتي أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف حول بيع أسلحة روسية إلى دول معادية لإسرائيل وحصل منه على ضمانات شفهية بعدم بيع أسلحة روسية إلى إيران وسوريا دليل على صدق هذه الرواية. وأيا كانت الحقيقة وراء حادثة السفينة فإن الإسرائيليين على ما يبدو نجحوا في استغلالها على الأقل كورقة مقايضة حول مسألة بيع أسلحة روسية متطورة سواء إلى إيران أو إلى دول عربية. زين الفايز، العربية.